يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الخلق وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظمنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيث مثل سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يقرض قبليس وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقرض قبليس سيدي ربي يغذي خلقا سبحانه وتعالى إن الخيار قوين إساد سمكت ذي مانيك العبد إساد سمكت ذي الغيرينيك أثد سمكت ذي للعبادة ذوقين إذ اللب إن العبادة ذوقين إذول إن العبادة ما دي مكتي العبد واش مثل دفكة سيدي ربي غردوني تساقي مرة إكسان أزاي ذخين العبادة خطر ما يسينيون إيوش هم مثل دي خلق سيدي ربي السنين يملاز ضربين فريد سريك أرو فريد للصياح أما ذي الدنيا أما ذي يخرط. إذن العبادة إذ مثلا تساقي إذ العلة علة وجود الإنسان في الحياة تسجل سبعة سيدي شو خي قيعة غير دوني والعبادة في الدفكة إيه مثلا في الدفكة سيدي ربي العبد صار دوني ماشي كان يعني الشعائر الدين اللي خدمت صلي الزكاة الصوم الحج ولكن العبادة يجين منهج الحياة في كيف الدين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون المعنى استجني سري الحوض الدنيا والدنيا تجي دفك سيدي ربي في الحس العبادة نشي في حو وتحرس خل الحوض دفك أنا دي خي قيعة غير دوني يخل قصد دي قوى نسري حوت يخل قصد دي الكود يسري حوت ولكن سيدي ربي يغدي خي غير دوني يفكي يغدي الكود يسري نيحون كنيا تسجني شيء في غض العبادة تسجني سنة ربح الدنيا في سنة ربح يخر والعبادة إذا مثلا ما رنضوع سيدي ربي ما رنضوع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما ذي الأوامر ذقيني دي نخذ مثل ساتن نخدم أما ذقيني في غدينها أسن وخر ذا أسن وخر وقيني ذو السين ذو العنصر والسين والعنصر والستيثا ذا الإخلاص ذي العامل لأن خدم العامل ناث نخدمها فوذ ميس سبحانه وتعالى نخدمها فوذ من العبد أما جميع الأمور أن نخدمها فوذ من سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى تسجين إذا العبادة غيث مثلا ويرني يغتسي ذا ربي غيث مثلا العمل يتكي من العبادة خطر نحمي ما تدن سدو ذي الأوامر أو ذي النواهي ذي الإخلاص ذي الإخلاص ذي العمل الخذ من أشي من أي خطر إلا لاريار بوسي ذي العبادة ما دين ذي العبادة محسوب دائما الإنسان دي جامع دائما الإنسان واسم مظهر سفون كان قرنك نظار غفضار كان ذي قيم نتسان العمل ذوقين إكسان أزايم قرحان دخلنا العبادة قرد سيدي ربي سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أما كن دننا العبادة يفكسد سيدي ربي نهضر دي الدرس قاعدنا العبادة يفكسد سيدي ربي يفكسد باش تمزور ذي للنظام ذي الدنيا ذي كل يوم ذي الحس القانون سيدي ربي ذي الدنيا أذمي أذوغان أذي للنظام العاي ذي دونيث أذمي يحميني غشي أذ عذرني الغشي أذ مستنفعان أذ مستنفعان الغشي خزر الفرق اللي الإنسان المؤمن الإنسان الكافر ماشي كيف كيف الإنسان الكافر ذي شكس ما قال ويخدم مرة ذي الزلات أي خطر يوجد القانون القانوني يوجد ويتسكر لنا أي خطر القانوني يوجد ولكن الإنسان المؤمن ويتصور على القانوني يسمى قيل ذوقي ما قال المراقبة الذاتية يسمى قال سيدي ربي يثي دي زران ويستقال معنى ذي القانون ويتصور في طفل القانون وتصور الإنسان المؤمن يخدم الزلة يتشتي ذي حبس ذي محال يرى ماشي القانوني يوجد سيدي ربي سبحانه وتعالى يوجد إذن العمل يخدم مثل سيدي ربي ثم زورا ثم زورا أذي يفتح سيدي ربي العبد ذنيا أفري ذن ساز ديك الرزق سيدي سبب خطر موت حركة دار أمكارك ديفك ما تحوج ذا الحاجة غير العبد يقص السندي ذا فوسيك أسنى ذا فكي يسيد ونكون سيدي ربي غاس السندي غي فاسنى أن خذم أنت أذغ دي أرزق إذن أن فتح القناة سارغي ديك الرزقنا والوبجيكتيف ويسين يفيد يفك العمل من كل العبد الذي ينفع العبد يمسين سيب سيمد قرص سيدي ربي ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات من كل يوم يرفض سيدي ربي الدرجة نس غفيض النظر ولكن ماشي ذكرة كان يرفض ذكرة النظر نثني يرفض ذكرة يوم يرفض ذي الميتياجي وهذا يرفض ذي الميتياجي ويكشينا ثفط ثفط يعب ذاك ذي الميتينيش نتسيب فيك ذي الميتينيس باش أذمي العباد أذمي 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 التكامل أذمي التضامن أذمي التعاطف
يرسل من بعد تشيل المحبة مري يليون يحوج بيض أتشيل المحبة والرسول صلى الله عليه وسلم قرد خير الناس انفعهم الخيار ذي العباد دوين ينفعن ذي ينفع العمل يتشويد المحبة قال غشاء ترسم يحوج كتشيني ما استقضوا التغوسة تكدي قضوا التغوسة كتشت يحوج نساك يحوج من بعد أتشيل أتزط المحبة قال العباد وإذا نشتقي الوبجيكتيف أن العبادة يتمثل العبادة وين مقارن العبادة الشعائرية وين مقارن العبادة التعاملية في الحقيقة درسنا ونبغض نهضر في المعاملة العبادة ذي المعاملة ما كنت قرر الرسول صلى الله عليه وسلم قرد الدين المعاملة في لم وين مقارن العبادة الشعائرية ذيني لند تظلي ذيني لند الزكاة ذي الصوم ذي الحج ويقنين ذيني لند الحقوقية سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يغضي خيقا ولكن إلا وين يظن مقارن العبادة التعاملية ذيني لند يرغ ذي خيقا سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى سيدي ربي أمازوز سبحانه وتعالى يسوصي غيدي قرد غروة الحقوق الحقوق إلا نيقر يذون غروة الحقوق العبادية العبادة يتسمى نعس الحق سيدي ربي ونعس الحق العبد العبادة سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى وتسجين غيد المعاملة المعاملة غيد مثلا في العبادة التعامل الشعائرية ثلا العبادة التعاملية العبادة التعاملية تسجين يتشاركيس ذي الدين على خطر باش يسين الإنسان بالإسلام أسي استاكران قوين أوني هران الدين أسي استاكران العبادة كما أكين ذيك سيدي ذي كشوانا ما كان قرر كنكرا الغربيين كان نكرا قوي ذاك يفان أوفريد الدين أتجعلني إلا كرا المرض نغ قوين أوني هران إيش قوين يعبد العبادة سيدي ربي ذي العبادة لا العبادة ذي هنا يتسوي كاري عبادة مثلا خزرت كان الكلمة الآية ثمزور في دين زر القرآن الكريم ودين زلالا أفن في محمد صلى الله عليه وسلم بكلمة أقتل نغ أضرب نغ أخذ بإقرأ سلقرايا أكذو كريون اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إذن العبادة يفكت سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى باش تسيدي رهنا إثمثن دي دونيل وتسيدي فكرة باش دي لن كارقوي النظر لعبذ ايتش قوين وتسيكارغ العبادة لعبذ اخد من اين نديري العبادة سيدي ربي وتسيكارغ العبادة خزرت كان ما نقارن في العبادة الشعائرية كود العبادة التعاملية أدنف شواش ونسي تركز العبادة في المعاملة غير الخلق ما نمقيت أزاليث ذو وقيد الركن ويسين إذا ركن ويسين ديال الإسلام فظلث الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ثقين ذا في السرد يتفسر سيدة ربي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أين ديننا سيدة ربي ذا القرآن الكريم يقرد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر في القانون وقين فظلث سين دين هنا في الفحشاء ذا المنكر وذا يقف سيدة يتفسر الرسول صلى الله عليه وسلم من لم تنهاه صلاته على الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ماذا قلوا كي تقرع عرن في النعية ماذا قلوا كي تقرع عرن في ثكرنا وكي تقرع عرن في التفحش ذي الكلام في الفواحش ذي المنكرات عقر فظلث نينك وثعدال اني قروين بافيش ذي جنر انا عقل بلي ذي الحجاب يجار العبد اكد وين ندري فظليث تسجد ادي شقر عن خطر فظليث الصلاة الصلاة غير العبد اكد سيدي ربي اذن فظليثنا تسجد شقر عن العبد افين ونهارا ما دي مكثية ونتظلم هدي اخر في جميع المحرمات وينك حرم سيدي ربي غادي اخر ما يظلم انس يسعى لها يخدم العهد يقارس دخل خطر تظلي في العهد يقرا سيدي ربي ما حدش مفلاس هذا اخر الفيرو يخدم له كوين ندير اذا خزر فظلي شوشو يسي تركز في المعامله مو تقرز على المعامله انك يقرا كذا يخاق سيدي ربي فظليتني لاني قرا كذا وينك كذا يخاق تاع الدائره الزكاة مريل خزر مريل للإنسان يسوي البعيد عن جربين جي مؤمنين المالينس ذي الربا نغتوي ذي البعيد عن جربين ذي التجارة من الخمر ذي لباراقي البعيد عن جربين جي مؤمنين يسوي ذي دقوين يوغي سيدة ربهم قفوثا الزكاة غاسي يبغى ذي فك الزكاة نسلواس تتفن وتصطفنا لها إلا ما ذي الجوة مع ما ذي يبغو يفك وتتصطفنا لها كزكاة أي خطر الزكاة دقوين ذي المال المطهر وين اللي عند يحيى يتصفر زكاة خزر يعني المعاملة مثل يقول الزكاة أكد المعاملة ذي الخلق الصوم مثلا اسم رمضان مريو زوم يعد ماذا قال الإنسان في غير أنه يفريد سيدي ربي الصيامين اسم قفوي ولكن ماذا قال لي يفريد سيدي ربي
أما سيميس أما سوويس أما سميس أما سيفاسنيس أما الجوارح مرة الصيامين سؤم قويرة. الرسول صلى الله عليه وسلم في ديقار إن ضرب صائم ليس لا 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 ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إن ده شحال لعيفة ذي تصوزومن إن ده وسعين لنا ذي الصيام سن حاجة راز أكو فاد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ندم ولن تخرر في شهادة الزور تخرر في كذب وتخرر في الغيبة ذي النميمة ويخرر كفيق إن الصيام إن سمق فويرا أخذرت يعني العلاقة إلا هي العبادة الشعائرية إغار فظليث إغار الزكاة أكل الصوم أكل المعاملة للخلق مري للعبدة الركن الخامس مري يروح العبدة دي حوج أذي وظهره خامس سيدة ربيع خاصة في دي قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد من حج بمال حرام مري لنس المال الحرام أدي حوج العبد من ما كان خدمنا كان الربا نغطي لزان تاري ذي لبونك نحسب من الربا ومثل ثقر ذيوين تجارة الخمر نغطي يحرم سيدة ربيع إنك من حج بمال حرام ووضع رجله على الركب وقال لبيك اللهم لبيك. يقال له لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك. ينيك ماذا قلنا ادي حج الشيء الحرام سوين ونحلله يند مليس سيدار نيسا ما كان قرر كنا أفركاف بشري يلي هذه روح هذه روح هذه يوضس لبيك اللهم لبيك ولكن أكثر ثمر ثنيا ما يوضر ذنو أسطر حفار سيدة ربي فلس أسطر حفار الرسول صلى الله عليه وسلم فلس السنيا لا لبيك ولا سعدك وسعد بك يحوج دقيا ما سيش الحلال اللي سيدر حظ لحجينكم قفويرا دافونس في حلمة قدمة وإذا قدم في حلمة قدمة أنظر يعني أمخل معاملة الخلق خطر شي من يتمثل نكون نخلط ذي ذخين العبادة نا ملك للإنسان ويزرار عن شي من يخدم العبادة ينس وتخدم على عنك نيتي قيحي أن تشوالي ذي المجتمعات نا الشحال ذي مزيلة ماشي ذيكي خصا الشحال ذيك صحون حجود ماشي ذيكي خصا الشحال يتصوزو من ماشي ذيكي خصا ولكن إنك بعد العيشة افعل ما تشاء هما كان قرنك إنك بعد العيشة خذ ما كان كي يعجب هكي كي يعجب ودي قال للعبادة ينسى دخل توذر ثنيس دخل توذر ثنيس نتسف الحقيقة ماشي هكي قيث مثلا العبادة في حذيعة ذي الجوال حيث مرة أكو الإيمان يكتشم الذخي يقوي لعب ذي كتشم أما كنيا أريز ذا لا بومب نيا الكار إكس عك نيا مريكف بعد نتسعيك الشفوغ إذا من نيا إيش جوغن إنسان الأكسجين باش يعني الشفوغ إذن الجوارح مرة باش تفون ديز جوغن بعد خدم الخدمة إنسان كن يتيقى حي ولكن ماذا قل لعي إذا دفعون الكار نيا لأنك الكار نيا إنسان لكن زدقي إذا أي خدمة الشغل إنسان كن يتيقى حي تفون في الزجزوف بعد ذي الجوارح استفاد ذا فيش يفشي مرة أكنين اكتفع الإيمان زدخ يقول عبد خزر كان الإيمان زدخ يقول عبد القرآن الكريم ذريع عقل العبد أكد الإيمان زدخ يقويش وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين يقرد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ذريع عقل زدخ يقول عبد مريلين زدخ الإيمان زدخ يقول عبد يتبع كانك إذا من إذا من أرضخ الجوارح ندي قد الأكسجين باش يعني هذه غذية أكل تيشوي بيريفيريك يتشيل دخل السلاة لكن يكتبع الإيمان وما يتبع الإيمان ريف السن ذي حرام هذا كل ذي حرام أدخل من إنه نهارا ما ريوض الإيمان غير ولن ذي حرام باش التبع يتسمى هذا رسل تفين يوغي ربيع ناري ضرر هذا روحنا لوين يوغي ربيع وزمي الإيمان وزكي الدفارة ويلعب ما ريلين الجوارح لعب فانا لوين نهارا عقل بلولش الإيمان صدق يقويش لو كان الإيمان صدق يقويش تفن في الجوارح الإيمان ما يوقره القلب ويصدقه العمل باش نعقب له نقول العبادة أن يرثو ذرثنا مرة أرذخي أرذخي ساسنيا باش نخدم أنا أم كانت نتسدم الوقت غير يعجب بعد نخدم أكن غير يعجب خاطئ أن خدم على أن يحوم على حسب من العبادة أكن دين الناس إذا ربي الخالق سبحانه وتعالى أين لن ذي حيي ذي حيي أين لن ذي حرم ذي حرم إذن إذ مثلا لا 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 العبادة ديننا إفكثت سيد ربي بشذي صحيقها إفكثت سيد ربي ستين قد يسار ذي حوم يسار ذي حد دونيث ماشين أماكن أماكا قرن كثير الوقت أكين الدين ذخي الجوا معك تي نسلي ذي العباد إلى عباد يغران إلى غران خطر بجد نيني إلى عباد يغران إلى قص أسن إلى قص نخدم شيطح يون الطرش ودنا في دين السفهم في دين السفهم القرية هاك ذي فهمها ماشي كيف كيف خزر كان سيد ربي مكيدين سيدنا سليمان يقال ففهمناها سليمان يغرى سيدنا سليمان يسني ولا ولكن يفهم استمسلتني ففهمناها سليمان يتسمى القرية
الفهامه ماشي كيف كيف ديت شحال يكزمر هذه غادي يساو الدكتور هذه يساو غينو قبل راه العقل الدنيا تصفدي الشرع تصفدي يتشوزو مال تصفدي يفغز لي سيدي ربي داخسي ها الطريق راه وين يتعقي وين ويتعقير خطر كرب وين دي حلين جهنم هذا شو يتعقير قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير لو كان نتعقل ودنصودر هذايا ولكن باش قد كيف فهم غير سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى تحوج العلم حقيقه ولكن العلم ذا شوث ما يقربك من الله اصغر عيناك يقربن غير سيدي ربي من بعد ما تقرب غير سيدي ربي انت كدير رزقي فهم ابري قد دوكي العلم اكيعاون دكش وقد كيف فهم صغور سكت دوكي القرايه اكو دي فهم يذوينا اكي سكن نبري سيدي ربي اتربح الدنيا فيك اتربح هذه اخرتين خزرت اي مثلا ديننا امشي دي علقها في المعامله ديال العباد خاطر تشكوك اميك في كان سيدي ربي ازاي سبحانه وتعالى وتجمر وتعاقب ريا عبد ما مازال شي قوسلي يا عمريش يغيد دي زال يغيكش من درزال لي 800 سنه واش 100 سنه ني قوسني يغار دي زول لي ثوف غير سيدي ربي سيدي ربي هذا شافو ولكن يقدم المعامله قال للخلق ما في الضر وما كاينش يم الا قادك يعفو باش هذيك يعفو انت ماذا قال ثكرت الا قاد السرض الا كنش تقول ذاك ماذا قال استعدف فلاش يفاطي عتخلص هذه الا قال كيسمح الا قاد السرض انا كنش تقول ذاك المعاملات شقيتها مزوالو خزرت مكدينا الرسول صلى الله عليه وسلم انا ذكر كل يوم ديكنا هذا ذكر ما نشر دخل الميزان باش هذا زر الايمان الانسان اذا يقول يقرب لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه يند ويتشمنا راني وندقون حاشا ماذا قلنا نحمل ايه ما سينسيم اين كنك حمل ايمانيش كل يوم ديكنا ونجمير انا نخان اسخان دك ويا عبد ميمان يكون تسخان دارا وزمير دارا لا كونسيونس العبد تشدو يدك ندف وتروح اتشلوم فلك حاشا ما تموض بنادم والحبس اليسع الانسان ازدخل لا كونسيونس ينس اذا بقول كوك غيفني حوس ندوني ثمر هاكو خاطر يلعب في النظام زمرد السرويه ضيع في النظام زمرد السرويه زمرد هاجر تشوخر في لا كوميونيتي كو يتعايش كامل ولكن في نفسي تكون زمرد ماذا قال في خضم الزله اتسند ما يضحش ما تموض اكت كل شيء كيتشمكتاي حاش ماذا قال تموض اذا خزرت هنا يثبتن يفكي يقدر بالميزان يسال الوزن منه يقرض لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ذكر مالك داخل الميزان ماذا قال زين تحميضي غاشي النظام اذ حميضي مالك اقيك تصعب الايمان ماذا قال لك تشيني ابنادم البعيد عن جربي جي مؤمنين اما تصفي ودي شرق قال يطجى في الغاشي النظام فلك كان يفادي شرق شتيني تزدغض نوثني وزدغنا راه شتيني ثروض نوثني اللوزن شتيني ثرشيض نوثني معلان شتيني كل ساعات نوثني هذا عاش ندير لي خصاص سيدي ربي نوثني دي خيق سبحانه وتعالى ناس نيجي يقرا على خطر وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها كل يوم نزدف كسيدة ربي المكتوبين ولكن يتحاسب على حسب قويني لن دخي قوي لعب ذنيا أين كنت سعد قويك يساكي دي حاسب ما إلا كيران وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يقرض أين يكون يوغن جم كان في إيماني وتسيو مارا في خطر سيدة ربك يظلم مارا المحال أكيد ولا يظلم ربك أحدا ويظلم مارا ولكن أين دي حلات كان لي ندمن روم كان افطر وحدي اذا كان اري مثلا الميزان لقيت سواقين يسالي السير العبد ايمانيش سواقين يسالي السير ذويس يقرس سيدي ربي يقرس الخلق سيدي ربي خطر ويجميل انا غص تحميضي غاشي وزمان اكسر بحال غص ماذا قال تحمي طنك شي كارهنك وزمان ذاك اكذرا الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقارن احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك فاذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه اذا اجتمعت على ان يضرك بشيء لم يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك وان اجتمعت على ان ينفعك بشيء لم ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك يقرض ينيسي لقس حافظ في سيدي ربي هذه حافظ في الله ينيسي قس على المدينه صحيح يتفكاك باللي الامه سي كمايس ماذا قال قصد لك ضر ممكن يكتب على ربي نظر جميع زمان هذاك ضر حاشا ما تخرج من ذي حاجه قويني نسيت تستصدر ما ضر علاش نسمع سيدي ربي هذاك ضر ماذا قال مخذين ضر في الشيء نتعذر سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى من المستحيل اقدر لو كان نجمع 6 مليار نفس العيفه ندوني باش اقدر لك تصدرون راه الخطر الصفيض قال لك دخلناك سبحانه وتعالى وتخدم دار قويني ساتغض الخالق وكيتشجر وديتشجر اعذو ذي الانس ذي الجن ذاك يديوض ذاك مثلا ارانا عقل بلي الانسان في امان قال مادام الا غير سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى
ذاك يخ سيد ربي الخالق مثلا يخذ من العبادة يخذ من سيد باش أتشيلي الأخوة يار العباد باش أتشيلي باش أتشيلي ثقمات يار مدن باش أتشيلي للخير يار مدن كده قال خير الناس أنفعهم الخيار ذي العباد ذي العبادة وذوين ينفعني العبادة الخيار ذي العباد ذوين ينفعني العبادة إما ريلي يفكيك سيد ربي الشيء يفكيك سيد ربي نقدوني يفكيك سيد كامل غرورك من بعد يونو يتسوري في الحاجة العاية غرورك خدم كان إيمانك إيمانك بنادم أعترى ذي عايث وجتني كذا لنا مرة أكي حاسف سيد ربي في الناس خطر السنة سيد ربي كذفنو يوروي أذفنو يوروي قروي وأذفنو يوروي قروي قروي إذا شاد السحن يعفذ النظن نغل جاري ونغوي النظن أكاد يسقسي سيد ربي ما سينا إذا شد خمس وين يقدر في كاكل أسينا أسينا نشتاقي أشي مين أشي نقدر سيد ربي مثلا نطف الميزيريا وقدر غفن نطف أثن 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 نطفياز وقدر غفن أثن نطف عريان وقدر غفن نطف فرا غفن نطف إذا شاد ديني وين يغدي خيقا سبحانه وتعالى أسينا ذين ثقاذ في اللسن ثاني يرسد ثورة في اللس غرغورسن أين ثقاذ ثان ثورة يرسد في اللسن ثر الميزيرية ثقاذ ثان ترسد في اللسن الحيفي ثقاذ ثان يرسد في اللسن وثظري ضرب لكن كده رزقه ثاني رزقه ولكن الإنسان المؤمن مريا وضر سيدي ربي غادي يدس قسيم سينا دا شيت خمس وايا كيد في كاكل سينا سيدي ربي خدم غا المستلزمات يحوج يحوج تواشرتي تواشرتي سيدي رزق خدم غا سينا سياقا الباقيين الحيض الفقراء الحيض المساكين الحيض كوداك يحوجن الحيض اسيني سيدي ربي الخلق ورتاكواد كشافي الرويك اماكن كعاود الصاكت شي 12 سنة اثنين أماكن يثلث ذي العينين أسمثلث السجن إلا ذي العينين وإذا كنت جد غردني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إذن الإنسان مريض يتسلهاي وحدس ذي منيس وحدس ويتسلهاي لذي الغير نظن تسنى تسنى سيغان البعيد غنجر بين جي ممنين ذي العذاب يوم القيامة خطر ويتخدم على الخير سنعم النزد في كسيد ربي سبحانه وتعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم سيد ربي سوينك نزد في كسيد ربي سريخ ذمين العالم وثي خذمارا سوينا ساتي عقف سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى نظر الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا قالت والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن الإنسان هو وجه رسول الله والله لا يؤمن ثيتي فردان يقول والله ما يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم إنيه وين لكن نغريه إنك ندقل نتسير وان الجاري سير لوز نتسير عالميس إنيه يعرف ذاك ينفع في لس الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان ولو كان يتظلى ولو كان يخدمك شعائر الدين مرة ذاك أنظر بلي أي يريد أنك شعائر الدين العبادة الشعائرية تظلي ذي الزكاة ذي الصوم ذي الحج ويجي سوين سلموا عاملين كي قالك ذي الخلق ألعد ألا تعدي مرسي ذي ربي ماذا قال لك تشيني ذي عايك ذخي العبادة ذي تسايشة ذخي العبادة حشى الخيرة ذي تسوضن وتسوق ذلك سوفي وي أما كندننا سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى أين إلا نيجرك إذا سيتوخرث أما كنقارك نوع دوزيام بوزيسيون إذي ترى ماذا قلوا يزول لا لعب ذا في حشا ماذا قلوا يقض يكتب أسر بادي يعيش خطر ونزرر من المرأي مثبابي سيلق لعب ذا ذي غيو يرزاليه ولكن ماذا قلوا ذي الدقيقة نيثان قالوا ذي قسني غان قالوا يغال دي ثوبر سيدي ربي يزول سيدي ربي يزمر ذا سيعفو ولكن أين إلا نيجرس ذي خيق يرس لي خيق سيد ربي أفيدي عاقب أفيدي نبه أفريد مرتين أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون إليون العبد ذخر جوف الدشرة يغضرد في اللسن يغضرد في اللسن يخوف الرويس يشوف غيثن الرويس يشوف غيثن يتعيش ذخي كخام واحدة سد يروح ذق يضا فناش قيضا في الوحدة قيضا يدان ذخي تدار ثنيا ذخي تدار ثنيا يسعيون الصوف يغلف الأوبار لوراقيا يديه قول وكثة دارت يديه قول الغاشي القفريد ماري لحوذ قفريد سو خير مرة أفريد نيل ليبر يتساوي وحدس أفريد الشمان برانسيبار تدار ثنيا مرة يتساوي وحدس واحد سيتي تساوي نهنس وخانك ويغاشيني صبر وزمير لا سل قوي جهد ماشي ذين قبياقي سوين نظن وش تكنالون في ناس كانكني يون واسق السنة سيد ربي يكارت صباح يروح يولي على يوث التجربة شدية هدي خما ما كن صوحو مرة على السنين الكاقين يقدر يتسوين العال في المال يولي يغلو يدي فرق قوان ماسيس انت سيما نيش بدأت ما تقول دي تعريش تنين الناس وقذي فطي ونخذ مغل خلصها سيئ باش انا عقيب لي الانسان مري لي يخدم ذكوينوني هالا غير الخلق سيدي ربي ذي الحيلة ينسى يتشعر الحالة نسيت شجع سيد ربي ما تديش نبيهم كل فلا تديش نبيه ولكن ماذا قلنا وسيقرا زالي ونبهني أثيج حشا ما تشور الحيلة نس ما تشور الحيلة نس
واستشفقنا على العباد حاش ماذا قلنا شوف انت دوي شي الدقيقة رفاية بيها لكن هي كارا أتي دفنوا يا شيف سيوت السبانة سيوت السبانة أيضا يسيك زمرة ذي روح بوقين باش أنا عقيب لي الخير على يخدم العبد إلى العباد إذو تسجن غير العبادة باش تجي علي نتورا خطر أماكن زوار القواي قرنس الإسلام تسييثا الإسلام تسي من غيوث الإسلام ذينون يهران الإسلام ذو المضران الإسلام نتسف الحقيقة يسميش دوايس الإسلام المسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إن الدين سيم ذوين سيمن ين سيمن أما ذو جرسيس أما ذو قويس يعني الإسلام الشرط تخمن الدرس في ذلك قعدان الدعاء في قعدان شروط قبول العمل الإسلام إذا مزواره ولكن خزرهم كثار قصة ذي رب الخالق سبحانه وتعالى الإسلام ودينا ذوين يتظلن ذوين يتصومن ذوين يتزكين إن ذوين يسلمن ين سيمن ذو جميس أكو ذو قويس ما فكر ضرب الفصحى قويس خذ مش قوين العايم من لسانه إذن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقيد انسيم انسيم ذوين يسر من ينسيما أما ذقرسيس أما ذقويس مري ذين يهانك تصوضني جاريه مري ذين يهان ذا مسلي العايس تقارض يرجو دارغور كدينا طنق ثلاثة تتخصى وراه أما ذي شرق تسعيش هذا ماذا العيفاذ أولا ذا فريد يفرح يسك مالا ثعدي ذا خطر حش الخير يتخدم ويجن يفرح يسن سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى باش أنا عقي بلين العبادة دائما وأبدا السغيد بلين العبادة ماشي العبادة الشعائر الدين نخدم إيقاراغ سيدي ربي ولكن العبادة إيقاراغ ذي الخلق سيدي ربي ذين نخدم إيقاراغ ذي الخلق سيدي ربي أما إلها أما إلهارش وكي ساغي حاسو وشوية جيم يسار تعدي تظلي في النق يسار تعدي الزكاة النق يسار يعدي الصوم النق يسار يعدي الحج النق إيه مثلا خزرت الرسول صلى الله عليه وسلم كدينا يند المسلم المسلم على المسلم حرام المسلم على المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه إنسيم أفو ما سينسيم يند ذي حرام أما ذي ذمنيس أما ذي العرض نس أما ذي المال نس ويقرد إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا قل حديث دي قذي حجة الوداع كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا ذي مكة المكرمة إذ مثل دين الرسول صلى الله عليه وسلم أين لن ذي العرض من بلاد أمك أنت عصد الحرمين كاث عصد الحرمين الجاري كاث عصد الحرمين الشرقية تساعيش كرقون دقوب توالني كاملين من الزمر ضد قرارة فلسن تقرارة فلسن سيدي ربذي عصف في الحرمين أتعصد أفلامانات وتسعوض على الخيانة ماشي وين يقدي جن يقدي جن رمانا نغث وعاتو كيدي زرارا تسوحظ أستكر سودا يقات عاقض بلي سيدي ربي زرا كيدي لا نكونون زرارا ولكن سيدي ربي زر دائما وأبدا وكرق وين راه يخدم العابد مكتوب في اللاش إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد أي مثلا حق المسلم على المسلم ست يند الحق للمسلم فهو ما سينسيم يند ستسا يند ماذا قال يند ماذا قال إيموغرافيد يند هذا يسلم في اللاس ماذا قال إيموغرافيد هذا يسلم في اللاس دائما إلا العبد مدى هذا الفلاس يقاد سلم في أفشوا السلام بينكم إنيخو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنيخو والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا إنك ألا أدلكم على فعل على عمل إذا عملتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قال أفشوا السلام بينكم إن أفشوا السلام السلام مري لله إنسان يتسلم فوق ما سينسيم ماذا قال يريك تدفيس إنسان يقول الأجر كش تقول الأجر ماذا قال نورك تديرك كش تسلم فلس الأجر يسقط الأجر إنك تقول تنسي إذن دائما ثلاث حظ شيني ما ثلاث تسلم فلس تسلم أفو ما كنسي الرسول صلى الله عليه وسلم قال أطعموا الطعام وفشوا السلام وصلوا بالليل والناس النيام تدخلوا الجنة بسلام من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه إذن يكفي ديننا باش أمخري أري عمق العلاقة غير العباد مري أري كندي اليوم وين الهان ذقو قرسن كنت سميخ ضمن الخير ذقو قرسن كنت سعون المحب بس قول إسالة سمي حمين إذن يقرد إذا لقيته فسلم عليه ماذا قال إذا يعرضك السرد من دعية إلى وليمة فليجيب يدين الرسول صلى الله عليه وسلم مركد يعرض الكر الحاجة وركستنا خاطئ ماذا قال غسدي لنقفي أهل تسنان تسبغي سيد زمرد أذي لن وين إلى هل قوة رون وسقرار خاطئ ورحص ورحض على الورس إليك ماذا قال ينصحي كيد يفكي يتسمي سقسا كيد فهران إلى قطنا سحظة ما كان أثخن ضيمانيك ماذا قال يهيه إلى قصر حضار الورس وماذا قال لي مثل الإنسان المؤمن أذيت فعل الجنازين أصدر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اكتركز في العلاقة يقول لن يرى الخلق على خطر إيث مثل
كرا قوين لا تخدم قوين الهان إيه ما كين سيم ولا قرار ديزي فلاك ديو غيديني الهان إزمر أد ما قرد يوث أد ما قرد إيه ما كين سيم استخدم ذكرا الحاجة قوين الهان سيد ربنا كي منع ذكوث المصيفات سدو دارور كذا كي منع ذكيش الرسول صلى الله عليه وسلم ما مكيد يقال يقال البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين وتدان يقرد اين تخدم ماذا تخدم ماذا قلت تخدم بين العين اكد يزيف لك وين العين ماذا قلت تخدم اين نهار يزيف لك وين نهار شحال العيب هذا يث مثلا الجهل كي يخدم تير ذي غاشي هذه اللي يزاد ارغوص الشيء هذه الزغور العيب هذا اسني شي حقل سن مزمره لا دفعنا في منسن راح اسني شي حقل سن ولكن البرد يقول انا سيدي ربي وينك نفيق يحكني وحاشا الله في شغل ثرخه تاع ضيفتي هذه اللي الانسان يسعى للجهاده يروح هذه تاع الدين فيون الضعيف مسكين ويتما قيره هذه خمم باللي الجهاد انا واستديف كان سيدي ربي نستديف كان قال لك الا في عفض السلاح لغيرك ما السلاح ني ماشي ني ولكن مدخل بظرف اسيني هان اد ياسيوني وقت يجمع هذه حركه فوش تحرك رضا ولكن لا كونسيونس ني بيدنا كلي في الهضره في الهضره قبل قليل ما دمك تدا شي تخدم سميت جهاد تشينا كود العقاف مقرح نقفل ديال الضفيس رفوس سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى اذا مريلي الانسان توفرت الشروط باش يخدم الخير والى قرر غادي يغفل والى قرر غادي يفخل هما سينسي يتمثل الاسلام يتمثل الاسلام الدين الرحمه الاسلام دوقين يدي يقول الاخوه قالين سمن يقرد أم كده قرر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا السيد رب الخلق سبحانه وتعالى قال قويس إنما المؤمنون إخوة الإسلام يقول يعد ثقماز يقولنا خزر ذا شون قزمرنا أغدي السمية كيان ذا قوسن السيد ربنا مساقين إن شاء الله كأغدي يجمع ذا قو خميس دقين أغي يجمع ذا إن شاء الله ذا المقام للرحمة غير غورس ولكن لا إله إلا الله محمد رسول الله المحبان يقرأ سيد ربي الخالق ماشي ما دمي يدكش دوك ما كاين شي مرض الجماعه يقص عقيده شي مين يقص نظره شي مين الا قص عقرض بلي المنهج سيدي ربي يغدي السميين المنهج سيدي ربي سبحانه وتعالى غزرنا المحبه دوك ورانا ونسيدي قرن انما المؤمنون اخوه وتجمر ضرن اشكر هذو ما كاين شي ما تحمي دوك ما كاين لاعب النظام ولو كنا في ربي ديك ذمنين خطر سن غير ديك بيا اي مثلا ما قال تحميض كرا قفدير سيدي ربي سيدي ربي سي سارك عقل من أحب شيئا غير الله عذب به نحمي سيدي ربي ونحمي يقذيك حمين سيدي ربي سبحانه وتعالى شحال العيفة ذيك تشني حرامك خذ من إكارزن دي دونيث باش يتيارز العيين باش حلندي ورونسن ولكن ثقارنسن الخاتمة نسن الوين دي ثفق وثفق على الوينيهان أمان نثني بالدات أمان إذا رسند ورونسن شحال أدفق يوث تعذوث وذني يفيث شذا كان يحرام وذني يفيث خمذا كان ينوني هالا باش تحل هذا زند ذو إذا كارك دير سيد ربي ذا ذوني يقوى جن إلا قاثنا عقل مسبقا بلي ما تفغيض هذا كحمي يميك ربي تدي حياي فودس هذه الحول الحلال ذخل إذا من الناس وزد سوارا يحرام هذا الشذيس أي خطر مولاش أتندم الدقيس ولا قرار يفاد الزمان غير إذن الأخوة ثقمات دي الإسلام يثمثن ثغيف ثقمات إذا من السيد رب الخلق سبحانه وتعالى كيدي يقار ذي الحديث القدسي ندي يروى الرسول صلى الله عليه وسلم إند إني جعلت لنفسي نسبا وجعلتم لأنفسكم نسبا فجعلت نسبي أكرمكم عند الله إتقاكم فأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم يندن كيني نسبينو يندن كين سافم يحمين أفوذمي وفاثمي يحمين هذه السيول سيد ربي الخلق سبحانه وتعالى يوم القيامة أين المتحابين في أندلني قديم يحمين أفوذمي أذكر مارا قديم يحمين أفوذ من سيد ربي الخلق أثني يرفض سيد ربي على منابر من نور أثني يرفض ولكن مثلا قديم يحمين فين نظن أثني دكفقوني أنقروا لكن أنا أقل سيد ربي الخلق ويفغل هذه اللي تفرقا غير الغشية هذه اللي تفرقا غير وين كتب عنا فريد سيد ربي وين كتب عنا فريد سيد ربي والعبدون في عرفة سيد ربي وثم ماشي ذا قبل الإنسان الكافر نغ المشرك نغ اليهودي أثي قبل الإنسلم سوين نهارا لا خطر جهنم ما يغريك تدو صفي أثي قبل سوين إلهان أسي خذمين أين العين أسي هضرم سلين العين ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أسن هضر أمسلين إلهان باش أثني دن نقذي جهنم يثمثن ولكن النسب مقرحا النسب سيد ربي مذل حملنا فوذ مخلق سبحانه
سبحانه وتعالى. خزر كان مكسين سيدنا نوح عليه السلام مسمين إلا ميسي إنس ثبعيد قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري في موج كالجبال ونادى نوح ابنه السورة سميسة أثقروث قدران يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين إنس اركب ديذنا إنس وتسغمر غالكفار ذا شي سينا ميسي يتمثل قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء الناس كذا لي قالوا ذلك لنا ذوهنا لي من عند ري من عند قمان ذا شي سيدنا نوح عليه السلام قال الله عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين إنك من بعد الناس ما أستقول شوالا كي من عند ما اتبع ذرا أتش من عند ما لقول نقطة في عذرا حش من عثم النذرا من بعد السنة يغرق من سنة يثمثن سيدنا نوح عليه السلام اسمه دنزل سفينانيس تحرر التساس إن بعد إذا قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين إني سناصي ذربي إني سوقي ذمية حرث التسينس إني سوقي ذمية وقي ذمية ذا شيء دي إنه أخلاقي غد خلقا سبحانه وتعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إني سوقت السياس ذركي تسياس إنه عمل غير نصح ذا جنال ناقل مريين العبد إذفع بريد سيدي ربي ذا الرحمة ما تسعوذ ملك من باب أخوي مكي إذفع بريد سيدي ربي إذن لن يحكي ديون يعني تذكر بشي خير من الأسرة يعني إذفع عن ديانة كنيتي قيحي يروح دقمس دي مرث الليرلاند إذا روح الوث مثل نصار ذا جنال يعني أخا من دين 100% يعني أنا رويسي جثنين دين نغنين جان الميسام قرحان ولكن يمي دي قدر ذا جنال قيم شهر غير رسم بعد السقساطي اللي روح كان مليل تذكر بس آخر راس قصف في الناس ناس مكي قلنا ينادي ظل يعني مثل قرر الله روبر ينادي ويزرع له فريق من طاول ينادي رويس أروى رويس عليك تدو ولكن مقيف مثل نينس أما نينسيك جاكني أما كان يجني ونيجن في رحت في الناس ذا يعني ويجمل العبد ذي طفي مانيس ذي يعني ذي الإحساس العميق إكسا 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 عي عبد ذاكين خطر وكين ذي العلاقة الربانية إكسا عي ذاكي قويش ماشي العلاقة المادية باش ذاكو ماسي ذا من سكيد أثمثني ذا من أثني ذا أثني ذا كاث شوية مرة وسلات مقافين ينادي يونا بدت شيء غور يونس قاس ينادي ذقو مغي هي كنا ذن سيس كش مس كارس كش مس لطنسون كش مس يلبلان كش مس وش دشوا سيس كنا ذو بقي مرة ذن سكون يسنتريش كش مس ومكثرا قد يتم قبين يقصر مشي ذين قبي ياقين دونيس ولكن بس تسعود إذا ما كنا تسعود مي كتب عن فريد نسيد ربي كتب عن فريد السنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المستحيل كي يفغيو فريد من المستحيل وثي تصفضار غير طرفيك من المستحيل أين دث أكن تبغض أين يضرني كذا يضرو يس يغلي فبس الذخي الفير يدنو يذن سيك شمر داخل ولا ذن سيك شمر داخل يموث نيسين ويجمال ذي جفا بس ذي مثل واحد خزر إنسان يسي جعل في دين قضي يدك أنا كنيس أفريد سيدي ربي حش الرحمن يدي تساوي أفريد سيدي ربي حشين الهان يدي تساوي حش العلاقة في العالم يقزط أمان غير إفاف ثنك ذو الرونسن ما دربي مال دربي لعف ذا الرويس وإذا ديت ربي لنا في فريد سيدي ربي ذا ونيس ديه جان الزاث ذوي جان غاثي شكفرنا الزاث يقرف الزمان غيفاد إلا قد ندن نصر بنا رونا ذو فريد وخلاق أثني دن صر بنا في فريد القرآن الكريم هس نستعلم القرآن الكريم وقفي هذا غرنا وقفي هذا غرنا أين اللغة ثنية غنس نستعلم القرآن الكريم أشي دن النا إذن قبل قليل ند القراية أكو ذي فهمة ماشي كيف القراية أكو ذي فهمة القراية سجين أكيس وظن بشت سيدي ربي العلم ما يقربك من الله ممري ليون الإنسان أكن يفغير الدبلوميسا أكن يفغير المستويسا ولكن السينار وانت دقيقا وانا غيني ذي الجاهل سترقطاق شتيك ورساقاتك صغبل ينقى يكوث غلط دارا ولكن العلم ذينا كقربنا وانك دقيقا سبحانه وتعالى وما يسكن العلم من الصندق ان يسكنك سيدي ربي يسكنك وانك دقيقا اذ وانك دقيقا اكد رزقا اذ وانك دعوسن اذ وانك في تسكيض اذ وانك اركعون دي القرينينك اذ وانك دي ربنا الرويك اذ وانك دي سكننا في ذي الصيح يسافر في حظ الدنيا في آخر أسمعنا تسين أكن يتيقي حي أنت سكد يرزق سي فهمين من بعدك للدوكي القرية للدوكي يفهم وتسجن إذ الإنسان المؤمن ليس عنه ففهمناها سليمان وكل آتيناه حكما وعلما إن تفكازن للحكم الحكمة فكازن للعلم ولكن الفهم يجن كيف كان صغوره إذن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إذن ثقوية بشان السين أفريد للصياح ذو فريد أنلر للصياح أي مثلا ذو القرآن الكريم كفصين جالس أفريد يكتب عن القرآن الكريم ذو فريد للصياح أفريد آدي فغن ضدنا القرآن الكريم ذو فيس البعيد عن جربيج المؤمن وتصفارر وين إلى ما قيث كان يعني من نقرأ الأخوة ثق ما تفوذ من سيد ربيع ثق اسمي اسم في محمد صلى الله عليه وسلم الدعوة الجاهلية
دعوة الجاهلية أي إزمالي لن كان الجهية إزمالي كد هذا صفر هذا ستين سنة تصلى دي جماعي لكن يخدم الديانة يعني حاشة تقوين العين ولكن هذا فضل يوناثي قرف ذا هذا وربي هذا فضل في لك تشيني والإنس وقال هذا يخلص ويقرأ هذا يخلص ويقرأ ليس ذي كي قري زوار هذا حفظ في لك هذا إذ تشيني إذ غماس أرسيد ربي ذا مزوار وقف الوقع ثقنا شمسي سقارا ثقنا الدعوة الجاهلية وما زال يسنس عايشي في ذي الزمان يقرد من دعا بدعوة الجاهلية فإنه من جثي جهنم إدينا الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية ماذا؟ ما يجبذ العبد إذا من يجبذ الطائفة غير يجبذ ويجبذ غير فريد سيدي ربي ذوين ثبعنا فريد سيدي ربي إذا قمع ذوين ثبعنا فريد سيدي ربي إذا مدكويو ذوين فريد سيدي ربي غير يشارك ندي الدوني أكلالي مش فاذي يا خاف يقرد من دعا بدعوى الجاهليه فانه من جثي جهنم ينذو نري الزوار جهنم الناس يا رسول الله اما يتصلى اما يتصوم ان هو ان صلى وصام ان سوى ان صلى وصام وزعم انه مسلم غاسي الزول غاسي يصوم غاسي اكدينك دينسيم ولكن ارثقات جهنم على ثيو اي خطر شي من غيث مثلا الميزان سيدي ربي يرفض طرف يجفذد الميزان للمجرمين دشريق ثم الحات المباركه يفيد قد الهدركه اذم يحمي نفوذ من سيدي ربي اذم يحمي فذ مخلق أذم يخدم نين أذمر ذات لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث هذين تقول ورسن وهدان الغيب ولش الغيب ذن ميمة أذم يحمين تقول ورسن أفذ من سيد رب الخالق سبحانه وتعالى أذي شفع ذي قسل ذي الدنيا أقفي يخف أذي قرع بالك لهلك أثني قرع في الدشرة غير أذي يحمين غشا أفذ من سيد رب مم يهيك ويتسيارا خطر سيد رب يقول في محمد صلى الله عليه وسلم يقول يني سورة قرصيد رب حبي في سرجان إنما إذن مريلي ميحمي يفوذ مخلق سبحانه وتعالى نخذ ثفاع أفريدينس إن شاء الله ذي السعادة الدنيث السعادة الأخرى في إغيقونين درسك مازال البقية فيه ولكن إن شاء الله درسنا إن شاء الله اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا في من هديت وعافينا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك أتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.